دوموزيل دوموزيل مرحبا بونجور. بتحكي معي؟ مين في غيرك دوموزيل قاطع منه؟ ما بعرف سوري بس يمكن زعجتك او شيء. معك وقت شي دقيقتين ثلاثة هيك بس؟ ليه؟ معك وقت او لا؟ معي وقت. تفضلي. حلو تفضلنا. ها؟ بتصاحبينه؟ بتصاحبينه؟ من الآخر. لا كتير سريع أنت. من الآخر بتصاحبينه؟ شو قولي ما بدها حياة. بتصاحبينه؟ إيه؟ إيه؟ ما بعرف إيه؟ أنا بحب هاي القصص هيك اللي بتجي هيك فجأة فإنه إيه؟ شو بدك نعمل الليلة؟ تروحي نسهر؟ آه دغري؟ نسهر. نسهر 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 بس في شغلة انه انا ما قلي جديدة يعني وهيك معلي اذا انت تمرق بتاخديني على السهرة تمرق اختك؟ اه ما عندي اشكال انه انا معي سيارتي هي هون بالباركينج ومعي سيارة يعني قصدي انه ايه بنقضي وقت حلو بس في شغلة عندي مشكلة صغيرة انه انا بدي اشترك انت تياب وهيك ما قلي جديدة روح اشتري بتجيبين معك شي قميص عم تمزح؟ تشتري لي؟ عم تمزح؟ لا عن جد انا بلبس اكس اكسترا لارج بيع هيك شي لون ازرق هيك على ذوقي كثير لذيذ انه هيك صريح وانه هيك تلقائي يعني بدك شميز؟ عفوا مرحبا عفوا هاي السياره لمين؟ هي يا اخي هيدا اللي هون هي وحده هاي بتقوم بتمرقني خيي مسكر علي اي لحظه بتعرف تسوق مرسيدس؟ وإذا بعرف سوق مرسيدس إيه بس بتمرقي الله خليك بس بتزيح لي شوي مين بده يجي صف حدا هون أنا بخي بدي أطلع مسكر علي قومي مرقي الله خليك بتقومي لا ما بدي مرقه ليه بدي مرقه أنا بدي أقوم هلا مرقه والله ما صاحبتي قال لها شيء إنه عم شو عم بطلب منك يعني مرقي لا ما بدي مرقه لا مش هالقد كمان حيا حدا خي حدا يمرقني لحظة هو يمرقك لحظة ليش هيك نمرودة ما راح تمشي الأمور بيناتنا يعني أنا هلا فكرة إنه لا والله ايه خلص لا بالمرة انت انه نمرودة وما انك زيادة تعملي شيء انا شو بدي فيكي يعني بالحالة هي هون مرانة يا حي روح علي ما بعد انت رجعتني صحبتي روح شوي معصب هلا هلا بمرقك ما شفت شو صار هند بتعرف تشيل انت مرسيدس انا بدي شيلها هات يا حيواني كان بدي بس ضبطهم وعملهم شوية تاتو تاتو فيك تعملين 12,000 مليون ترو كولر حطك بين شقفتين الأرض بتعملي هيك مثل ما انت فزاعة عرفتي كيف؟ هاي ما تقرب صوبة ليه؟ خي هيك ما تقرب صوبة نسيلي اياها اعتبرها مش موجودة هاي عمل ايه طيب؟ بلاش تشتغل الفكرة خلاص